عليكم طلابنا حبايبنا، يعطيكم ألف ألف عافية يا رب. إن شاء الله أموركم تمام ويسعد مساكم وصباحكم وكل أوقاتكم. إن شاء الله هيكم مروقين، لأن حتى نعمل حصة تأسيس حلوة جدا، واليوم الحصة جدا قوية، فبدياكم كلكم هيك تكون مهيئين حالك تحضرها في انتباه، لأنه هاي راح تكون في المادة حجر أساس قوي جدا، وراح تحتاجها حتى في المسائل العادية، في أسئلة المهارات العليا في المادة راح تحتاج الأفكار راح نحكي عنها اليوم. اليوم راح نحكي عن التحليل. هلا إحنا المرة الماضية أخذنا إنه حل معادلة خطية، كانت أمورنا سهلة جدا وحلوة جدا، كيف نطلع قيمة X. اليوم راح نشتغل في الصورة العامة للعبارة التربيعية، وراح نأخذ التحليل، راح نأخذ نحكي عن فرق بين مربعين، مجموع مربعين، عن إخراج عام مشترك، فرق بين مكعبين، مجموع مكعبين، وراح نحكي عن العبارة التربيعية ثلاثية الحدود كيف ممكن نحلها. موضوع جدا 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 مهم، راح تحتاج في كل وحدة موجودة في مادتك الدراسية للتوجيهي، فبدنا إياك تكون فاهمهم ومتمكن منهم، حتى ما تضطر وإحنا ماشيين في المادة ظل ترجع لا مش فاهمهم متردد فيهم. وهيك هيك إحنا في المادة إن شاء الله لقدام وإحنا ماشيين فيها، أي موضوع هيك دسم وقبل ما نفوت أي درس بده شغل، راح يكون فيه تأسيس بسيط تذكير حتى نفوت في المادة. وزي ما حكيت لك، مادة الرياضيات مش التأسيس لحاله بكفيك، خلال دراستك السنة كاملة انت بتضل تأخذ معلومات حتى تحتاجها في حل اي معادلة موجودة في الكتاب او للامتحانات، وافكار عامة تكون مرقت عليك في السنوات السابقة. هلا بعد ما اخذنا عن تحليل اخذنا حل معادلة خطية، راح نحكي عن المعادلة التربيعية. هلا الصورة العامة اللي هي ان y تساوي ax تربيع زائد bx زائد c، واخذتوها يمكن بالصف العاشر بالاول ثانوي وبالصف التاسع كمان بشكل كبير. هلا عندك الـ A اللي هي معامل x تربيع، يعني هو الرقم اللي موجود جنب x تربيع، نحكي عنه معامل. الـ B هي معامل x، والـ C هي حد المطلق اللي هي رقم لحاله بدون ما يكون معاه متغير x. تمام. هلا هاي الصورة العامة. هسا احنا راح ندردش شوي انا وياك، انه استاذ اوكي هاي ثلاث حدود، راح نيجي على فكرة ثلاث حدود، بس قبل ما نوصلها راح نمرق أنا وياك بعدة مراحل بعدين نوصل لفكرة الثلاث حدود. أول فكرة راح نحكيها أنا وياك يا أستاذ، إنه إذا كانت السي مش موجودة، يعني السي كانت قيمتها صفر، فراح يكون عندي هون A X تربيع زائد B X تساوي صفر. هل بدك تحفظ هذا الشكل؟ لما يكون حدين، هذا حد أول وهذا حد ثاني، لما يكون عندي حدين والحدين فيهم متغيرات X، هذا راح نستخدم فيه إخراج عامل مشترك. شو فكرة إخراج عامل مشترك؟ مثلا أنا لابس نظارة وعامر لابس نظارة، إذا نصف فيه إشي مشترك بين حد أول وحد ثاني اللي هو عامر، باجي بحكي مثلا أنا لابس ساعة وبرضو خالد لابس ساعة، صف فيه إشي مشترك بين حدين. إيه شو نيجي نحكي مثلا؟ نحكي عن شعر قصير ولينا شعرها طويل، فهون صفى في شيء مشترك، الاثنين عندنا شعر، نشكر الله في عندي كم من شعر هيك، بس قصير وعندي شعرها طويل اكيد، فصفى شيء مش مشترك. هلا احنا لما نحكي هيك نضل نحكي اي شيء بالحياه العامه نصير نلاقي شيء مشترك وشيء مش مشترك. في الرياضيات راح نحتاج شغلتين. أول إشي أنتبه على المتغيرات اللي هي X، راح تكون دائما بشكل كبير جدا هي X، فكرة العام مشترك، أو نيجي ندور على فكرة أرقام، ولكن أول إشي الهدف الرئيسي بده يكون متغير. فراح نحكي في الحالة هاي إذا كان عندي حدين بغض النظر شو الإشارة بيناتهم، طبعا تساوي صفر عشان هيك بنحكي عنها معادلة، وبدنا نشوف هلا فكرة إخراج عام مشترك بين جهتين. حلوين تمام؟ تمام. طيب محضرينكم هيك شوية مسائل بيحكي لي حل المعادلة. هلأ باجي أنا هيك من فهمي ناقشنا أنا وياك، إنه أنا عندي حدين، الإكس تربيع هي حد أول والخمسة إكس هي حد ثاني، والمسألة تساوي صفر، ولازم تكون المعادلة تساوي صفر عشان أقدر أحلل، إذا ما كانت تساوي صفر ما بقدر أحللها.
فلو اجينا على المسألة هاي، انا الحد الاول اللي هو اكس تربيع هي عبارة عن ايش يا استاذ؟ اكس مضروب باكس، هاي مقصود فيها الاكس تربيع. الخمسة اكس هي عبارة عن خمسة مضروبة في اكس، هاي الحد الاول، هذا الحد الثاني. تمام، هلأ صفا باجي بسألك شو الاشي المشترك بيناتهم يا استاذ؟ باجي بحكي الاشي المشترك بيناتهم الاكس والاكس، هذول المشترك بيناتهم. اذا انا في هاي الحالة كأني باجي بحكي هاي الاكس عامل مشترك، وهي بفتح قوس، كأني قسمت المسألة على اكس، قسمت المسألة اكس، فباجي بحكي اكس تربيع تقسيم اكس بظل عندي اكس واحدة، إشارة ناقص باجي بنزلها ناقص. عندي خمسة اكس تقسيم اكس بروحوا مع بعض، شو بظل عندي؟ خمسة تساوي صفر. اذا انا في الحالة هاي اخذت اكس عامل مشترك بين الحدين، حلو. هلا هي تساوي صفر، دائما دائما اللي طلعته برا عامل مشترك باخذه بسويه بالصفر، هي اكس تساوي صفر، هاي اول قيمة. الثانية اللي هي عبارة عندي عن اكس ناقص خمسة تساوي صفر، عندي اخلي الاكس لحالها باجي بحكي زائد خمسة زائد خمسة اوت، بظل عندي اكس شو تساوي؟ خمسة. اذا طلعنا لهون معادلة قيمتين، القيمة الاولى صفر والقيمة الثانية خمسة، وهون عملنا اخراج عامل مشترك، هاي مهمة. هلا بيجي طالب ثاني بحكي الاستاذ طيب عندي فكرة، لو اجيت انا لما هيك حضر حل معادلات خطية قال لك بدي انقل 5 اكس لبرا، مش هي المسألة هيك عبارة عن اكس تربيع ناقص 5 اكس تساوي صفر، بيجي بحكي لي استاذ انت علمتنا انه اعمل زائد 5 اكس زائد 5 اكس، حلو. انا ما حكيت لك تنقل اللي هي اكس ورقم للجهة الثانية، حيث تفكير الطالب بصير زي هيك اكس تربيع، هذا اخطاء شائعة بنشوفها من الطلاب، اكس تربيع تساوي 5 اكس، بيجي بحكي لك زي ما انت هون عملت فكرة قسمة اكس، وهي عملناها احنا مجازيا عشان عملية القسمة انه بصير طرح للقوة، هاي عملناها بس عشان نفهم ايش طلعناه مشترك وشو راح يظل عندنا داخل القوس. لو هون اجى قسم لي على اكس، على اكس بيجي بحكي لي يعني اكس تربيع تقسيم اكس هي اكس تساوي، واكس مع اكس بتروح ضل خمسة، بحكي لك هي الناتج، بحكي له هذا الحل خطأ، ما بنقدر احنا نقسم على متغير كقسمة قسمة، نقسم على متغير في الحالات هاي، لانه انت ما بتعرف شو قيمة المتغير، ممكن تكون صفر، ولو كانت صفر فرح صفي عندي غير معرف لاقتران هون. ففكرة احنا لما قسمنا هون او اخذنا عامل مشترك اللي هي طلعناه على جنب ظل بيناتهم ضرب، يعني لو رجعت دخلت الاكس هاي على القوس راح يعطيك نفس المعادلة الموجودة فوق. فهاي الفكرة الغيها من بالك، اي مطبات هيك بنشوف الطلاب بوقعوا فيها راح ننبهك عليها وحتى نعلمك الطريقة الصح للحل. حلو، هلا هون كان عندي اكس تربيع ناقص خمسة، حكيت لك ما بتفرق فكرة اخراج عامل مشترك، ما بتفرق عندي الاشارة. فلو اجينا على المعادلة الثانية، عندي هون اكس تربيع زائد 3 اكس، حلو. هلا باجي اول شيء بتعد عدد الحدود، هم عباره عن حدين، عندي اكس تربيع حد اول و3 اكس حد ثاني. اتفقنا الاكس تربيع اللي هي اكس مضروب نفسها مرتين، يعني اكس ضرب اكس، وعندي 3 اكس هي 3 ضرب اكس، حلو. هلا باخذ انا الفكره اللي بيناتهم مشترك الاكس تربيع والاكس هي اكس وحده، باخذها برا، باجي هون عشان اطلع الناتج ما داخل القوس بقسم على اللي طلعتها برا الاخراج عام مشترك، بحكي اكس تربيع تقسيم اكس بظل عندي اكس واحدة زائد تنزل زائد، بحكي ثلاثة اكس تقسيم اكس بروحوا مع بعض شو بظل عندي؟ ثلاثة تساوي صفر. حلوين؟ حلوين. هلا باجي بمسك الاكس اللي هون، باجي بحكي الاكس هاي شو تساوي؟ صفر. وباجي بمسك هاي على جنب، بحكي اكس زائد ثلاث تساوي صفر، عشان اخلي اكس لحالها باجي بحكي ناقص ثلاث ناقص ثلاث، بصفي عندي اكس شو تساوي؟ سالب ثلاث، بحيث عملنا اخراج عام مشترك واوجدنا قيم
اكس بكل بساطة. حلوين. هاي كانت عندي هون دايما في الحالة الأولى معامل اكس تربيع عبارة عن واحد. كانت عندي اكس تربيع زائد أو ناقص اكس ومعها رقم. طب نجرب فكرة إخراج عام مشترك بحالة ثانية. أوكي. باجي بطلع المسألة هون. عندي 20 اكس تربيع زائد 4 اكس. طيب هلا صفى الاكس تربيع معاها رقم والاكس برضه معاها رقم. طيب ممكن هسا ناخذ اكس عام المشترك كونه في انا عندي هون اكس تربيع واكس وبرضه نضيف عليها فكره رقم عام المشترك. يعني هلا احنا عندنا الاكس عام المشترك هي مفروغ منها لانه هي عندي هون اكس تربيع هون اكس، هاي واضحه صفت عندنا كمتغير. هلا باجي على الاعداد، انو العدد الاصغر العشرين ولا الاربعه؟ الاربعه. بقدر اقسمها، بسال حالي هل بقدر اقسم اربعه وامشي مسالتي ولا لا؟ فبقدر اقسم اربعه لانه عشرين تقسيم اربعه خمسه، فاذا بضيف هون اربعه وبضيف هون اربعه. هلا صارت كفكره عامل مشترك هي اربعه اكس لانه موجود بالطرف هذا اربعه اكس وموجود بالطرف هذا اربعه اكس، بحيث الاكس تربيع بطلع منها اكستين، والعشرين عشان تزبط مع الأربعة هي خمسة ضرب أربعة، فصفى عندي الأربعة والإكس هي عامل مشترك. حلوين؟ حلوين. باجي بفتح قوس يا أستاذ، ببدأ من جهة اليسار ما ببدأ بشكل عشوائي، فباجي بحكي عشرين تقسيم أربعة هي خمسة، إكس تربيع تقسيم إكس تنزل إكس واحدة، إشارة زائد بنزل زائد. هلا عندك أربعة إكس تقسيم أربعة إكس، عندك 4x تقسيم 4x هون يا أستاذ ما بتروح، بظل ناتج قسمتها واحد، يعني دائما لما تقسم على عدد على نفس العدد فهي بظل عندي واحد، فهاي تنزل عندي هون واحد من سكر القوس يساوي صفر. حلو. هلأ دائما يا أستاذ مش أمسك هاي اللي هي عبارة عن 4x تساوي صفر، بأجي بحكي على 4 على 4 هاي out، شو بضل عندي الاكس يساوي صفر على اربعة هي صفر. حلوين. هيك خلصنا الجهة الاولى. ودائما دائما اللي بتطلعها عامل مشترك شو ما كان معاها اكس تربيع او اكس تكعيب او شو ما كان اعداد دائما ناتجها صفر. بعد بمسك المنطقة الثانية. عندي هون خمسة اكس زائد واحد يساوي صفر. تحكي ناقص واحد ناقص واحد. صفي 5 اكس تساوي سالب 1 على 5 على 5. صفي عندي اكس تساوي سالب 1 على 5، وهون طلعنا قيمتين اللي هي 0 وسالب 1 على 5. ففي الحالة هاي اخذنا عامل مشترك الرقم والاكس عشان نقدر نحللها. لو اخذت رقم لحاله ما راح يزبط تحللها لانه راح يضل في عندي مشكلة انه الحدين فيهم اكس. طيب هات نجرب كمان هون. هلا باجي بحكي عندي 12 اكس ناقص 3 اكس تربيع. هلا باجي بحكي انا عندي هاي اكس تربيع الحد الاول وهون اكس، ففي عندي لانهم حدين اول ما لفت انتباهي انه في الاكس بالحدين، فبقدر اخذ اقل عدد من الاكسات اللي هي اكس عام مشترك. حلو. هلأ بقدر أخذ عدد أو بقدر ما أخذ عدد، لأنه أنا الهدف الرئيسي الإكس تطلع عام مشترك عشان أقدر أحل المشكلة اللي أنا فيها، ولكن كرقم هي أضافة. نفرض أنا هون ما بدي أخذ ثلاثة عام مشترك، هي في ثلاثة عام مشترك بين الطرفين، نفرض ما بدي أخذها، أنا خلص همي بالإكس وبقدر أحل معادلتي على هذا الأساس. فأنا هون صف عندي العام مشترك اللي هو إكس. باجي بفتح قوس، بحكي 12 إكس تقسيم إكس بضل عندي 12. ناقص نزل نفس الإشارة. هلا باجي على الحد اللي بعده 3 إكس تربيع تقسيم إكس بضل عندي 3 إكس يساوي صفر. حلوين. هلا باجي بمسك المنطقة الأولى الإكس هاي تساوي صفر، وهيك طلعنا أول قيمة. بمسك ما داخل القوس اللي هي عبارة عن 12 ناقص 3 إكس تساوي صفر، بحكي ناقص 12 ناقص 12 هاي اوت، بضل ناقص 3 اكس تساوي
سالب 12 على سالب 3 على سالب 3 هاي اوت. شو بضل عندي انا في المسألة هون؟ بضل عندي x تساوي سالب تقسيم سالب موجب 12 تقسيم 3 4، اذا صفت هي x شو تساوي؟ 4. واذا ملاحظ دائما بطلع عندنا قيمتين، اذا ملاحظ دائما تطلع عندي قيمتين، فنطلع من الصفحة هاي يعني. طيب حلوين، يعني ممكن اخذ اكس ورقم وممكن بس اخذ اكس لحالها وعلى الجهتين بيطلع نفس الجواب، ما في اي اختلاف. اذا لحديت هسه بالعام مشترك هيك تعلمنا انه هو عباره عن حدين، بغض النظر كانت الاكس تربيع معاها معامل او كان معاملها واحد، حلينا مسالتين. اجينا على الطرف اللي بعده كان مع الاكس تربيع معاملات، برضو تعلمنا كيف ناخذ عام مشترك وكيف نطلع قيمة X. طيب انتبه عندي هون كمان، لو اجيت على المسألة هاي عندي X تربيع ناقص X. هلأ مبدئيا يا أستاذ ما بتقدر تعمل بيناتهم عملية طرح لأن القوة مختلفة، فشرط أساسي بدك تعمل عملية طرح أو جمع للحدود تكون عندي القوة متشابهة، يعني لازم تكون هاي اكس تربيع هاي اكس تربيع. حلو، هلا برضه في من الاخطاء الشائعه الثانيه غير عمليه الطرح انه نفس الفكره اللي حكيناها، بيجي الطالب بنقل الاكس للجهه الثانيه، بيجي بيحكي لي زائد اكس زائد اكس، صفي عندي اكس تربيع تساوي اكس، لان بيجي بقسم على اكس على اكس، وهذا الحكي غلط، هذا الحكي كنسله كليا. ما بتقدر تقسم متغير لانه انت ما بتعرف شو قيمته. فاذا هون ما بتنحل عندي الا بطريقه واحده، عندي اكس تربيع موجود الاكس مرتين وهون عندي موجوده مره واحده، بقدر اخذ انا اكس عامل مشترك، بفتح مباشره قوس، باجي بقسم على اكس اللي هي اخذتها عامل مشترك، بقسم على اكس، انا ما نقلتها الطرف الثاني، حافظت على الشكل موجود عندي، ولازم تكون المعادله تساوي صفر. فباجي بحكي اكس تربيع تقسيم اكس، بضل عندي اكس واحدة، ناقص تنزل عندي ناقص، اكس تقسيم اكس واحد تساوي صفر. بمسك هاي القيمة الأولى اللي هي اكس تساوي صفر، وبمسك القيمة الثانية هي اكس تساوي واحد، وهيك بنكون طلعنا قيمتين بكل بساطة ما في هاي صورة. هاي صرنا حالياً مسألة رقم 5 على فكرة، خليها في بالك، إخراج عامل مشترك، يعني شغلة إشي متشابه بين حدين. تمام، نيجي على رقم 6 يا أستاذ. عندي 5x تربيع زائد 2x، هلا ما بنقدر نجمع بيناتهم لأنه زي ما حكيت لك القوة مختلفة. في عندي فكرة عام مشترك هون اللي هي إجباري، ما فيش غيرها الx، ما بتقدر بين الاثنين والخمسة تطلع عامل مشترك. فأنا هون بطلع X عامل مشترك. شو بضل عندي داخل القوس؟ X تربيع تقسيم X، بضل عندي 5X. إشارة موجب تنزل زي ما هي موجب. و2X تقسيم X، بضل عندي فقط 2 يساوي 0. تنزل عندي القيمة الأولى X تساوي 0. باجي على الثاني 5x زائد 2 تساوي 0 ناقص 2 ناقص 2، بصير عندي 5x تساوي سالب 2 على 5 على 5، بطلع عندي x تساوي سالب 2 على 5. اذا بكل بساطة هاي فكرة إخراج عامل مشترك. إحنا كيف بلشنا عشان نضل هيك حاطة في بالك؟ إنه إحنا عندنا الصورة العبارة التربيعية أو ثلاثي الحدود هي AX تربيع زائد BX زائد C. حكيت لك إذا هم مكون من ثلاث حدود، إذا الحد اللي هو الرقم اللي حاله مش موجود اللي هو زي زائد C مش موجود، عندي بس AX تربيع زائد BX، هاي الحالة صارت الصورة زي هيك، صفة عندي قديش؟ حدين وليس ثلاث حدود، صفة حدين. بنتبه انه الحدين عندي اكس تربيع وعندي هون اكس، فصفت اجباري اخذ اكس عامل مشترك عشان اقدر احلل المعادلة.
وانتبهنا ان شو دائما لازم المعادلة تساوي صفر. حلوين، نيجي على الحالة بعديها، حالة رقم 2. هاي لو حكينا عنها حالة رقم 1، نيجي على حالة رقم 2. حالة رقم 2 لو صرنا نشتغل انا وياك فرق بين مربعين، هون الحالة هاي البي تساوي صفر، يعني راح يصفي عندي A X تربيع زائد C تساوي صفر. يعني صفى عندي الإكس اللي حالها مش موجودة، بي إكس مش موجودة، صفى عندي طرف بي إكس تربيع والطرف الثاني عبارة عن رقم. هلا هون شرط أساسي يكون عندي الإشارات مختلفة، يعني احنا بس لأنه الصورة العامة المعادلة التربيعية بالشكل هذا نزلناها، ولكن شرط أساسي بالفرق بين مربعين كلمة فرق يكون بيناتهم عملية طرح. طيب نيجي ندردش فيها، يلا نيجي هون. يلا هلا دائما فكرة فرق بين مربعين بده يكون بيناتها إشارة ناقص عبارة عن إكس تربيع ناقص عدد تربيعي، أو عدد مربع ناقص إكس تربيع. وإحنا أخذنا في الحصص الماضية شو يعني مربع كامل، يعني لما أجي أحكيك مثلا الأربعة هي أصلها 2 في 2، التسعة هي 3 في 3، الستاش هي عبارة عن 4 في 4، فبنحكي عنهم مربع كامل إنهم عددين متشابهات بضربهم ببعض، يعني 81 9 في 9، فدلنا نكون حافظينهم وحطينا لك إياهم صفحة لحال حتى تحفظهم لأنه راح تحتاجهم طول السنة الدراسية تبع التوجيه. طيب نيجي ندردش مع بعض. بيجي بحكي لي هون حل معادلة التربيعية. طيب بنقدر نحلها في طريقتين بس نتعود الطريقتين. هلا حل المعادلات أو حل المعادلة مقصود فيها أوجد قيمة X. حلو، باجي بطلع هون عبارة عندي عن حدين X تربيع و9 وبيناتهم الإشارة ناقص، لأنه بنحكي إحنا فرق بين مربعين، يعني بحيث الإكس تربيع هي إكس في إكس والتسعة هي 3 في 3، بالنص عندي ناقص اللي هي الفرق. هلا باجي على الحالتين، هلا هون ما في بيناتهم عامل مشترك لأنه هون تنتين إكس وهون 3 في 3، فيش بيناتهم عامل مشترك مع أنهم حدين. غاد لازم يكون في إكس تربيع ويكون طرف الثاني في إكس عشان نأخذ عامل مشترك. حلو، كيف بقدر أجي أحلها؟ بقدر أجي أعمل قوسين تساوي صفر. بحكي الإكس تربيع بوزعها على القوسين، بلشت بإكس تربيع بلش بإكس، إكس في إكس عندي ناقص، باجي بحط القوس الأول ناقص والقوس الثاني زائد، لازم يكون قوسين إشاراتهم مختلفة. عندي التسعة اللي هي بتكون 3 في 3. هلا بدي اطلع قيمتها، باجي بحكي القوس الاول هو عبارة عن اكس ناقص 3 تساوي صفر، القوس الثاني هو عبارة عن اكس زائد 3 يساوي صفر، بنساوي كل قوس بالصفر، حيث هون اكس تساوي 3، عملت زائد 3 على الطرفين، وعندي هون اكس تساوي سالب 3، وهيك بنكون طلعنا القيمتين. إذا شوي نرجع نعيد فكرة الفرق بين مربعين، هي عبارة عن إكس تربيع بيناتهم ناقص وعندي عدد مربع كامل. نيجي بنوزع الإكس تربيع، لأني بلشت في الإكس تربيع ببلش إكس في إكس ناقص، باجي ناقص في زائد، ولو حطينا إشارات مختلفة ما بتفرق بالفرق بين مربعين. التسعة اللي هي 3 في 3. هلا دائما كل قوس بنسويه بالصفر، بحكي إكس ناقص 3 تساوي صفر، لما بدي أخلص من 3 كمعادلة خطية بحكي زائد 3 على الطرفين، تنزل إكس تساوي 3 وعندي هون ناقص 3 على الطرفين، تنزل إكس ناقص 3. حلوين، بيجي مثلا تحكي لنا رها هون أنا ما بديش أستاذ أحل على الطريقة هاي، في عندي طريقة ثانية، لازم نشوف اللون هذا. حلو، تحكي الأستاذ مش هي المسألة عبارة عن إكس تربيع ناقص 9 تساوي صفر؟ أجت راها اقترحت علينا بتحكي لي زائد 9 زائد 9، بتروح بظل عندي إكس تربيع
تساوي 9. حلو. هلا في الحاله هاي لما صفت اكس تربيع تساوي 9، عشان اخلص من التربيع اللي على الاكس بحط الجذر التربيع للطرفين، بحيث بتنزل عندي اكس تساوي، هلا دائما دائما شباب وصبايا الجذر التربيعي بعطيني قيمتين. كيف يعني قيمتين؟ هسه جذر التسع حافظينها 3، بعطيني اياها موجب وسالب زي ما طلعت عندنا في الحاله الاولى. هلا شوف الثنتين رح تتعلم تحلهم، يعني كحل معادلات الثنتين بزبطوا، بس في مرات لقدام رح نصير ناخذ فكره تبسيط كسور تكون بسطه مقام، نصير نحلل ونعمل عمليه حذف، فما رح تزبط معك الطريقه الجذر التربيعي الا تزبط معك فقط الفرق بين مربعين. فالثنتين بدك تكون متقنهم وتعرف الحاله كيف بدي اعمل فرق بين مربعين. بطلع الثنتين نفس القيمه، اكس فيها 3 موجب و3 سالب، وهي بتكون قيم x. هاي كانت اول مسألة. نجرب لنا كمان مسألة؟ يلا. وحاول انت وقف الفيديو حلها على الطريقتين عادية جدا. انتبه انه في عندي x تربيع، في عندي اشارة ناقص. هلا العدد اللي بده يكون الطرف الثاني لازم يكون ناتج ضرب عددين متشابهات في بعض. يعني 81 هي 9 في 9. جربها عندك، وقف الفيديو لين ارجع شغل، شوف طريقة الحل بكل بساطة. يلا نقول يا رب. باجي بلشت في اكس، فبدي ابلش باكس اجباري. هاي بحط القوس الاول اكس والقوس الثاني اكس. ناقص خلص نتعود، اول اشارة ناقص، الثانية زائد. 81 هي 9 في 9 تساوي 0. يعني صفت القيمة الأولى هي اكس تساوي 9، والقيمة الثانية اكس تساوي سالب 9. وهيك بنكون طلعنا القيمتين. لو بدي اشتغلها على الجذر نفس الاسلوب، باجي بطلع 81 للطرف الثاني، بتصير بالشكل هذا، اكس تربيع تساوي 81، بحط الجذر التربيع على الطرفين، بيطلع عندي هون اكس تساوي موجب او سالب 9. فالثنتين نفس الطريقة. حلو، تعلم الطريقتين. طيب ممتاز. هل احنا في الطرف هذا كان عندي معامل اكس تربيع اللي هو عبارة عن 1، ومعامل اكس تربيع 1، وكان عندي حدين، حد فيه متغير اكس وحد فيه رقم. طيب نيجي على كمان افكار ثانية. يا رب عندي هون 2 اكس تربيع ناقص 8 تساوي 0. طيب هلا هون يا استاذ بدنا نفكر فيها شوي. هلا انك تاخذ في الحاله هاي عامل مشترك الاثنين مش مناسبه، فبنفكر ممكن اعمل عمليه قسمه او تبسيط. فبقدر هون اول اشي اجي اقسم على 2، اقسم على 2، واقسم الصفر على 2، كونها تقبل عمليه القسم. نبسطها، صفي عندي اكس تربيع ناقص 8 تقسيم 2 4، شو تساوي؟ 0. هلا صفت الأربعة 2 في 2، وعندي هاي اكس في اكس، فإذا بقدر أعمل قوسين. الإكس تربيع بنزل اكس في اكس ناقص في زائد الأربعة اللي هي 2 في 2، فبتطلع عندي القيمة الأولى اكس تساوي 2، والقيمة الثانية اكس تساوي سالب 2. لأن أول إشي هون اضطرينا نعمل عملية تبسيط، بعدين اشتغلنا فيها فرق بين مربعين. حلو جدا، خليها في بالك. رقم 3. طيب نيجي هسه احنا في الثلاث مسائل اللي مشينا فيهم استاذ، كان عندي دائما بدايتها اكس، فكنت لما ابلش اقواسي ابلش في اكس زي ما هو بلش في معادلته، ابلش في الاقواس. هلا افرض مثلا كان زي مسألة زي هيك، عندي 49 ناقص اكس تربيع. هلا انه بلش برقم، فانا بدي ابلش اقواسي برقم، فباجي بعمل قوسين. طبعا اسرع اشي صرتوا فيهم انتم الاقواس، ها؟ وانتبه انه هون عندي حدين، حد فيه اكس تربيع، حد فيه رقم. اللي قبل اخذناه اخراج عام مشترك كان اكس تربيع ويكون اكس رقم، فكنا نضطر ناخذ عامل مشترك. هلا بلش 49، 49 هي 7 في 7، بنزل هون 7 وهون 7. ناقص بنزل ناقص في زائد. اكس تربيع بنزل اكس في اكس. ممتاز، ممتاز جدا.
باجي على المنطقة هاي باجي بحكي 7 ناقص x تساوي 0، والجهة الثانية 7 زائد x تساوي 0. هلا الطرف هون باجي بحكي ناقص 7 ناقص 7 out، بظل عندي سالب x يساوي سالب 7، سالب مع سالب بتروح، بظل عندي x يساوي 7 بكل بساطة. نيجي على الطرف الثاني ناقص 7 ناقص 7، بظل x شو تساوي؟ سالب 7. فانتبه انه دائما راح ينتج عندي بالفرق بين مربعين قيمتي نفس القيمة ولكن إلها إشارتين، واحدة موجب واحدة سالب. حلوين؟ إذا خلص تعودنا، إذا بلش بإكس بلش بإكس، بلش برقم ببلش برقم. طيب نأخذ كمان مسألة. هلا مثلا في المسألة هون رقم 3 قدرت أقسم على 3 على 2 ومشت الأمور. لو أجيت هون عندي 16 إكس تربيع ناقص 25، طيب بقدرش يعني لو قسمت على 16 25 ما بتقبل. لو اجي نبسطها مثلا نقسم على 2 على 4 العددين ما بزبطوا. حلو جدا. هلا انتبه على الفكره هاي، انا ال16 عندي اياها 4 في 4 وال25 عندي اياها 5 في 5 والاكس تربيع هي اكس في اكس، صح؟ طيب كيف نشتغل فيها؟ هلا هي بلشت باكس، باجي بعمل هالقوسين تساوي 0. هلا ال16 هي 4 في 4 واكس تربيع هي اكس في اكس، ما هي 16 واكس تربيع مضروبين ببعض، فصارت 4 اكس وهون 4 اكس، ناقص تنزل ناقص، والطرف الثاني زائد ال25 هي 5 في 5. باجي بساويها بالصفر، باجي بحكي 4 اكس ناقص 5 تساوي 0، بحكي زائد 5 زائد 5، صفي عندي 4x تساوي 5 على 4 على 4 ومنها x تساوي 5 على 4. هاي القيمة الأولى. هلا الثانية راح تطلع زي ما هي x تساوي بس سالب 5 على 4، بحيث الفرق بين مربعين دائما راح يطلع عندك نفس القيمة ولكن إشارتين مختلفات. إذا هون لحديت هسه أخذنا في التحليل فكرة إخراج عن مشترك اللي هي مؤلفة من حدين، كل حد فيه X نطلع X عن مشترك، أو تعلمنا X ورقم عن مشترك ونطلع قيم X. الحالة الثانية أخذنا فرق بين مربعين اللي هي برضو بكون من حدين، حد فيه X تربيع والحد الثاني فيه رقم مربع. دائما شو بيكون بيناتهم الإشارة؟ ناقص، عشان هيك سميناها فرق بين مربعين. طيب لو أجينا على كمان حالة بس كان مجموع مربعين، يعني كان بيناتهم إشارة زائد. حلو. هلا هاي شباب وصبايا هي لا تحلل، يعني ما راح يطلع عندي قيمة الإكس، هاي ما راح يطلع عندي قيمة الإكس، لأنه بدك تيجي تحللها أنا عندي الإشارة زائد، غير لما كانت ناقص كنا نعمل ناقص زائد. فمثلا لو أجينا حكينا هون ناقص 36 ناقص 36 هاي out، بظل عندي x تربيع تساوي سالب 36، صح؟ بدك تيجي تحطها تحت الجذر التربيعي ما راح يزبط، لانه عندك الاشاره سالب، تحط تحت الجذر التربيعي ما راح يزبط لانه عندك الاشاره سالب. فاذا هذول المسالتين هي لا تحلل، لا تحلل. وحتى لو جربت على فكره المميز انه تختبر انه هل هي تحلل او لا برضو ما راح يزبط، لكن اعطيتك اياها بطريقه بسيطه. اتذكر اذا كان عندي حدين اكس تربيع ورقم كان بيناتهم اشاره زائد فهي لا تحلل، لكن اذا كان بيناتهم ناقص فهي فرق بين مربعين. حلو. هاي اخذنا هيك ثلاث انواع بسيطات سهلات جدا، دردشنا فيهم مش صعبه. فبنيجي نكتب لك كم من مساله كواجب هيك خفيف لطيف تتسلى فيه مش غلط. وبشكر الطلاب اللي بيحلوا وبيبعثوا لي، يعني يعطيكم ألف عافية، إن شاء الله بدايتكم هيك تكون صح 100%. واستمر استمر معاي خطوة بخطوة. مثلا حكينا حل المعادلة، حط لك هيك مجموعة بسيطة جدا. لو حكينا مثلا عندي X تربيع
ناقص 7x تساوي 0. وحبيت اللي ببعث لي بألوان صار ويكتب السؤال ويكتب الجواب. هيك انت بتشتغل صح، هيك انت بتشتغل صح 100%. 3x تربيع ناقص، نحكي 3x، شوف كيف تعملوها، تطرحوها ولا شو بتساوي فيها. رقم 3، لو حكينا مثلا عندنا نحكي لك مثلا هون 10 اكس تربيع ناقص 2 اكس، وخليها زائد تساوي 0. كان رقم 4 عندك اكس تربيع ناقص نحكي 100، 5 نحكي 36 ناقص اكس تربيع، طيب جهة 5، نحط لك هون كم المسألة كونه اشي بسيط جدا. رقم 6، لو حكينا مثلا عندنا هون 9 اكس تربيع ناقص 64 تساوي 0. ورقم 7 عندي اكس تربيع زائد 16. ورقم 8 واخيرا، لو حكينا عندنا هون 36 زائد اكس تربيع تساوي 0. جرب حل المسائل هاي، عيد الحصه اللي اخذناها، اتمكن من الافكار، كل كلمه حكيت لك اياها حتى تكون امورنا 100% في التحليل. هذول الواجبات بستناهم تبعثوا لي على الرقم اللي موجود على الدوسيه 0788289423. بستنى منكم الحل حتى نبلش معاكم أفكار جديدة. يعطيكم ألف عافية شباب صباح.